تبارك المطران سن إبراهيم عازر مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن وفلسطين. تنصيب القس عماد موسى حداد راعيا لكنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية في عمان بحضور أبناء وبنات الرعية وممثلين عن كنائس مسيحية في الأردن وفلسطين وشخصيات اعتبارية. وقد رحبت رعية الكنيسة بالقس حداد مؤكدين استعدادهم للتعاون معه في كل خدمة ترفع راية المسيح وتؤدي إلى تقدم وازدهار الكنيسة في عمان. وقدم المطران عازر وعظة التنصيب المبنية على قراءة الإنجيل والتي تركزت على فكرة الاختلاف بين رؤية الله ورؤية الناس. أيها الإخوة والأخوات، إننا نخطئ تماما إذا كنا نفكر أن رعاة الكنيسة مقصورة على راعيها راعي الكنيسة المرسوم وحده. نعم، إن الراعي هو المسؤول الأول عن الرعاية، ولكن المسيحيين كلهم وفي كل كنيسة مسؤولون معا، لأن رب الكنيسة يدعو جميع أعضاء الكنيسة إلى العمل معه وحمل رسالته للآخرين. إذن كلنا راع، المطران راعي، الكاهن راعي، القسيس عماد راعي. إن الأب راعي لعائلته وكذلك الأم والمعلمة. كل من تقلد منصب مسؤول هو راع لعمله. أمامك أيها العزيز القس عماد مسؤولية كبيرة في رعاية الكنيسة في عمان، إن كان في عمل الأطفال والشبيبة، في عمل المرأة والأزواج الشابة، في الحقل الاجتماعي، وأيضا في الحقول الأخرى في هذه المدينة الحبيبة. واليوم عندما نحتفل معك برسامتك بتنصيبك راعيا لهذه الكنيسة، نفكر في تأسيس هذه الكنيسة قبل 34 عاما بالضبط، عام 1987، عندما دشنت هذه الكنيسة هنا في عمان لتعتني في الصغير والكبير، غير ناظرة إلى الفروقات بين الآخرين.